افتح لي محضر لو سمحت. صبح وليل ماما في القسم، ماما في القاشي رئيس القسم. صبح وليل ماما في القسم، ماما في القاشي رئيس القسم. لسانها كلبش وكلامها دبش، وعاملة غاغة وما بتتعبش. لسانها كلبش كلامها دبش، وعاملة غاغة وما بتتعبش. الناس منها بتقاسي، ضربت الرقم القياسي. بعمايل المحاضر أكتر من شعر راسي. قال الشاعر الأستاذ: يا عم كبر والعيد بجاز، والعيد بجاز. كل الكلام ده انقرض، لابط تقش البلد. وامسك على غيرك زلة، لا يمسك عليك مستند. ما احناش في زمن الشعر، لا ده زمن شاب شعر. والفصحى طلعت فصحى، والرقايا والدان عملوها تاتو على الجسم. صبح وليل ماما في القسم، ماما في القاشي رئيسة قسم. لسانها كلبش وكلامها دبش، وعاملة غاغة وما بتتعبش. لسانها كلبش كلامها دبش، وعاملة غاغة وما بتتعبش. الناس منها بتقاسي، ضربت الرقم القياسي. فعمايل المحاضر أكتر من شعر راسي. يا للملهوش ملامح، قالوا الكبير بيسامح، قالوا الكبير بيسامح. ما هو مش كبير بالاسم. Set that back.
ودي قولها ايه ان شاء الله؟ بس الماتش هيبدا يا نجم. مزاج ام احمد النهارده زباله. بصي يا حبيبتي، انت تروحي تقولي للست بتاعتك ام احمد ما بتروحش لحد، اللي عايزني يجي لحد عندي. يلا يا ماما وريني عرض كتافك. هي فين كتافك دي يا بنت؟ فين كتافك؟ يلا امشي اطلعي بره. يلا يا اخويا انت اهو ما تسمعونا. يلا يا نجم، يلا هجلجل كده معاكي صوتك. ام احمد ايه ده؟ ايه اللي في الزق دي؟ ايه؟ ما عندكش دم؟ ما عندكش احساس؟ انت مش عارف نظام البيت هنا ايه؟ ام احمد انت يظهر ما حرمتش من المره اللي فاتت، بس وديني وديني لوريكم في ايه؟ في ايه يا اختي؟ مالك داخله عليا كده من غير احم ولا دستور يا حبيبتي؟ بقول لك ايه؟ الشويتين اللي انت عاملاهم في العماره دول وشويه اللبس يا حبيبتي ما بياكلوش معايا، انا ما بخافش وما بتهداش، وبليس والنيابه يا اختي انا حبسجيه وما بخافش، وليكن في معلومك البيت ده بيتي واللي يقرب من عتبه بيتي اكسرها له، يلا يا حبيبتي وريني عرض كتافك واعلى ما فخرك اركبيه يا اختي. الكلام ده ليا انا؟ لا يا حبيبتي لامي، يلا يا حبيبتي انا ما بتهددش. احنا بصراحه كده ما بنتهددش وما بنخافش من اي حد. ما بيتهدش من اي حد. اسمعي يا ست، انت تخشي شقتك وتقفلي باب شقتك عليكي ومالكيش دعوه بحد. ده الست ام احمد جت. يلا يا حبيبتي اشارتك خضرا، اقفلي عليك الباب يا حبيبتي. يلا وري وري وري. عسل عسل يا ام احمد. ايه ده؟ 10 على 10 10 10 ايه ما تكفيش، 1000 على 1000. هي الناس دي ما بيكيش الا في كده. هي دي يا اخويا اللي كانت مخوفاكوا؟ هي دي اللي كانت رعباكوا اللي بقى لها زقها؟ ايه ام احمد بقى بتروح عليا بقى؟ هي دلوقتي هتروح تجيب لنا البوليس. ما تجيب اللي تجيبه يا نجم، مش هي كانت عايزه تطفشنا من العماره؟ عليا النعمه من نعمه ربي، احنا اللي هنطفشها من العماره. اصل انا عامل احتياطاتي موقف واد نضرج على نص الشارع، قلت له اول ما تلاقي الحكومه هله ادينا الرنه. حاضر حاضر يا مدام فوزيه، ايه دي وانا هتصرف معاهم. الحكومه وصلت. افتح الباب، افتح يا اوفا. لا مؤاخذة يا باشا اتأخرت عليك. اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا. معلش يا باشا، الست بتاعتي بعافية شوية ومش قادرة تقوم تسلم على سعادتك. اهلا يا ابني. لا مؤاخذة استنى المفردة والكوليسترول عاليين علي، مش قادرة اقوم لك. لا لا خليكي زي ما انت يا حاجة، خليكي خير يا باشا. ست فوزية جات عملت لكم محضر واشتكت منكم يا اوفا. يا سعادة الباشا احنا قافلين بابنا على روحنا ومحدش بيسمع صوتنا في العبارة. امال ايه الخبط والرزع اللي شغالين عندك طول النهار دول؟ وبعدين مراتك اتهجمت عليها وشتمتها. مرات انا يا باشا؟ دي شكل واحدة هتقوم تشتم حد اللي جايبها مريضة وتعبانة وجايبها من المستشفى عشان اخلي بالي منها؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حتى الافتراء وصل للمرض. ايوه بس مدام فوزية اسمع يا سعادة الباشا، الست فوزية دي لسعة ومجنونة وخبلان وساعات تقول حاجات غريبة كده. ما تتكلمش على حد. حتى بدر بيه اللي انا مأجر منه الشقة حكالي على كل حاجة. قال لي الست دي لما بتقعد لوحدها دماغها بتلف، وديك جت على غفلة وشايفة سعادة الباشا. عامر بيه، أرجوك يا عامر بيه، قبل ما تعمل محضر الإزعاج هتعمل محضر سب وقذف علني، لأن الست دي أهانتني إهانة بالغة وانا مرضتش ارد عليها لان هاخد حقي بالقانون. انا قادر اقف على رجلي؟ ده هي اللي عايزه تتبلى علينا يا سعادة بيها عشان تطردنا من الشقه. انا بتبلى عليكي يا كدابه يا حقيره؟ انا هدفعك ثمن ده غالي. ربنا يشفيك. يشفيني يا مجنونه يا سفله. بس بقى يا مدام فوزيه كفايه كده، من فضلك سيبيني اشوف شغلي. شايف يا سعادة بيه انا ما فتحتش بقي وهي اللي جايه تشتمني في بيتي ازاي؟ وانت يا استاذ اوفا احنا جينا لك قبل كده وعملنا لك محضر، ارجو انك تكون اتعلمت الدرس، وبعدين انت راجل فنان ومشهور ما يصحش تحط نفسك في مواقف زي دي. بس هو ده اللي هتعمله معاهم يا عامر بيه؟ لو سمحت يا مدام فوزية انا راجل بنفذ القانون ومش شايف هنا اي تجاوز، من فضلك بقى ارجعي على شقتك وملكيش دعوه بيهم. دول بيكذبوا، دول بيمثلوا. مدام فوزية الموضوع انتهى خلاص. مساء الخير يا عم الحاج. اهلا يا سيدي.
انا جاي ابوس ايدك واقول لك ان هبقى خدام طول عمري يا حاج. استغفر الله العظيم. انا عدم المؤاخذه انا خدامك نصح الليل. عارف يا نصحي. خش في الموضوع. عاوز ايه؟ عايز اقول لك يا حاج ان لولاك كان زماني دلوقتي مرمى في التربه. تكفرش يا نصحي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كتب لك عمر جديد. نعم ونعم بالله يا حاج. بقى انا يا حاج بعد ما رجلي راحت وقعدت في البيت من غير لا شغله ولا مشغله، عدم المؤاخذه يعني انا عندي البق مفتوح وعاوز اللي يسده. بس ما تكملش، انت مش جاي تبوس الايادي. لا ده انت جاي تعض الايادي اللي وقفت معاك وساعدتك. اعوذ بالله يا عم الحاج. اسمع نصحي، انا راجل دغري ومخي دهي وزنبلت، اللف والدوران بيخنقني. قول لي ايه اللي في دماغك؟ ايه اللي جوه صدرك؟ وسخت الجوف لما بتطلع بتريح. اللي خبطنا انا عارفه يا حاج، وعارف العربيه ونمرتها ليه ما راحتش عن بالي. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت مباحث بقى. طب ما تروح له، روح بلغ عنه جاي لاني ليه؟ عشان انا اللي عايز اشوفه ولا عاوز يشوفني، والحسن اللي هيبعتها لي بعتها لي من بعيد لبعيد، ويا دار ما دخلك شر. شوف يا نصحي، ما دام فرشنا الورق لبعضينا كده، اني اقول لك انت مش قد اللي خبطك. ولو كنت طلعت سليم المره دي، اللي خبطك لو خد خبر باللي بتقوله دلوقتي هيخبطك خبطه تانيه، والخبطه دي هتاخد اجلك. طب وقال يا حاج، وقاش اللي انقطع ورجلي اللي راحت، كل ده يروح حضر بلوش يعني؟ ده انا لو بعت حته كليه من كلويه كان هيديني فيها 40,000 جنيه. بقول لك دي رجلي دي اللي كانت شايلاني. تقدر تقول لي تسوى كام يا حاج؟ لا حول ولا قوه الا بالله، قصرت فيها يا نصحي. روح انت دلوقتي على بيتك واقعد وسط عيالك يومين ثلاثه، اشاور نفسي وابقى ابعت اجيبك. اللي تشوفه يا حاج يومين ثلاثه والنبي مش اسبوع. استاذ جميل انت لسه هنا؟ الحصه السادسه خلصت من ساعه وكل المدرسين روحوا، بتعمل ايه هنا؟ انا عندي شويه شغل لازم اخلص منهم النهارده. شغل ايه؟ انا بدرس الحاله الاجتماعيه لبعض تلاميذ المدرسه. ممكن طفل يكون فاقد لابوه او فاقد لامه او فاقد للاثنين مع بعض، ده بيحتاج معامله خاصه، والنقص اللي في حياته على المدرسه انها تكمله. انا شايفه انك بتضيع وقتك في اشياء ما منهاش فايده. حط تعليمات يلتزم بيها الكل وما تفكرش في الاستثناء. وهل طفل يعيش بين اب وام سعداء وفي اسره مستقره يتساوى مع طفل بين اب وام منفصلين مثلا؟ عموما انت حر. انا قلت لك المساله التربويه والتعليميه مسؤوليتك انت. دي مسؤوليه جسيمه فعلا. ولا اله الا الله يا حي يا قيوم رحمتك الاستغيث. اهلا 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 يا رؤوف يا ابني. ازيك عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي. معلش يا ابني اتاخرت عليك، كنت بوصل للعشاء. قول لي يا ابني شربت حاجه؟ يا نسولها ربنا يخليك. وعامل ايه يا ابني؟ الحمد لله عم راتب. امال الباشمهندس فين؟ امال الباشمهندس بيصلي في الجامع. ربنا يتقبل ان شاء الله يا رب. شوف بقى عم راتب، انت مربينا وفي مقام الخال بالظبط، والمشاكل اللي بيننا وبين ماما انت عايشها ومعاصرها يوم بيوم من ايام ما كنا في الخليج، وعلى قدك انا حاولت اصلح المشاكل اللي بيني وبينها دي وهي اللي مرضيتش. معلش يا ابني، الايام كفيله انها تداوي كل حاجه. المشكله يا عم راتب ان الايام دي بقت صعبه قوي، يعني رضيك ابقى عايش مفلس ومد ايدي لده ولده وامي معاها ملايين وانا مش لاقي فلوسها دي؟ انا مش قصدي حاجه، بحكم ان انا ابنها يعني. دلوقتي انا رافعين عليا قضيه في الجورنال اللي انا شغال فيه ومطالبيني بتعويض كبير، اخرتها اخش السجن؟ يرضي حد دعني يا عم راتب؟ لا يا ابني، لا يرضيني ولا يرضي حد، بس لا مؤاخذه يعني انا عارف انك انت سبت لها البيت وطفشت، ما كان زمانك قاعد معاها وبتاكل من خيرها. وهو انا سبت البيت ليه؟ مش من معاملتها؟ انت مش فاكر؟ ده كانت عايزاني انام الساعه 8 بالليل زي الفراخ واصحى الساعه 5 الفجر، ده انا في الجيش ما كانوش بيعاملوني كده. عموما مش ده موضوعنا. دلوقتي انا عايز فلوس وممكن اكتب لك بيهم وصل، واول لما تفرج ان شاء الله هبقى اسددهم لك. معلش يا رؤوف يا ابني، انت عارف ظروفي. انا ده انا يا دوب. انا مش عايز الفلوس دي منك انت، انا عايزهم منها هي، وعلى الاقل ضمناهم، وانا مش لاقي في بيت ابويا ده كاني ببيع لها نصيبي في البيت.
يا رؤوف، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت عاوزها تزعل منك وتغضب منك اكتر ما هي غضبانه؟ امال اعمل ايه بس يا عم راتب؟ انا رايي بقى انك انت تتودد ليها، تكسب قلبها وتعاطفها معاك، وبعدين في الاخر خلي بالك ان مدام فوزيه ام، عارف يعني ايه معنى ام؟ وهي مداني فرصه. اديني انا الفرصه لغايه بكره الصبح باذن الله وهتشوف كل خير. ما تشرب ينسون يا ولا جوادي خالص الدنيا. بص بص وانا وانت يا حبيبي. هو في ايه؟ في ايه يا بابا؟ ده فرح ولا ايه؟ بقالهم 3 ساعات ما بطلوش رزع وكل يوم على الحال ده. هم مدام فوزية ساكتة على كده ازاي؟ انا مش قارف ينام، ده مش بيت، ده مورستان، انا لازم اكلم بوليس. انا وانت يا حبيب قول يا نجم قول. مش المقدمات الكتيرة دي، خش في الموضوع على طول. انت من الصبح عمال تلف وتدور، انا ما بتعجبنيش الطريقة دي. انا ما اقدرش الف وادور على حضرتك بالذات، بس هي الحكاية وما فيها ان رؤوف بيه ابن سعادتك واقع في ازمة كبيرة جدا، في ناس رافعين عليه قضية وطالبين منه تعويض كبير. هو اللي قالك كده؟ الحق يتقال يعني، الراجل هو ما طلبش مني وانا اتأكدت بنفسي، الراجل ما كذبش. عاوز ايه؟ هو يعني مش عايز من سعادتك اكتر من حقه، لأنه هو الوحيد اللي في وسط اخواته اللي ما طالبش بنصيبه في البيت. الحق يتقال هو عمره ما طالب بيه قبل كده، لكن بقى حضرتك عارفه الظروف اللي هو فيها هي اللي خليته يعني اللي خليته يقلف التمثيليه الساذجه دي عشان واحد زيك يصدقها. طب اسمع بقى يا استاذ راتب، اذا كان مرفوع عليه قضيه بصحيح خلي القانون ياخد مجراه عشان يمشي صح بعد كده. بس ده ممكن يتسجن يا هانم. لما يبقى يدخل السجن يبقى تعالى كلمني في الموضوع ده، ساعتها بقى هنشوف هنعمل ايه. هو دلوقتي مستني الرد. اقول له ايه يا مدام فوزيه؟ قول له يتفلق، اللي يحط نفسه في الغلط ما يدورش على اللي يساعده، هو طول عمره كده مش هيتغير. امشي قدامي بقول لك. ايه ده؟ في ايه؟ ايه الدوشه دي؟ ايه ده؟ خش خش قدامي. في ايه يا استاذ محرز؟ البنت دي قبله فوزيه غرقت التخت كلها سمك، والاولاد كلهم هدومهم باظت واتقطعت وما عادتش تنفع. مش انا يا مس والله، انا ما عملتش حاجه. ما عملتيش حاجه يعني ايه؟ لما هدوم زمايلك كلها اتقطعت الا انت، يبقى مين عمل كده غيرك انت؟ ده حتى بنطلوني قبل فوزيه انا خلاص انتهى. انت ايه اللي دخلك الفصل؟ انت مش مدرس العاب؟ ها انا كنت داخل حصه اضافي مكان الاستاذ محسن عشان مراته بتولد. تعالي هنا. انا ما عملتش حاجه. انا مش عايزه كذب، قولي الحقيقه، انت اللي جبت السمغ معاكي؟ ايوه. عشان تحطيه على التخته وزمايلك يقعدوا عليه؟ وانا قعدت عليه قبل فوزيه. استنى انت يا استاذ محرز، ردي على السؤال. اصل وانا ماسكاه وقع مني على التخته. وقع منك على كل التخت اللي في الفصل؟ معلش مش هعمل كده تاني. في ايه يا مدام فوزيه؟ في ايه يا رشا؟ مالها رشا؟ احضرنا يا استاذنا، الشيطانه دي قطعت البنطلون بتاعي ومش انا لوحدي، وبناطيل كل زمايلها اللي في الفصل. البنت دي لازم تتعاقب عقاب شديد عشان تبقى عبره لغيرها. لا دواء مدام فوزيه، معالجه الاخطاء ما تبقاش بالطريقه دي. تبعته تجيب ولي امرها حالا وتتحبس في اوضه لوحدها لغايه ما يجوا اهلها. مدام فوزيه ارجوكي سيبيلي انا الموضوع ده، انا هتصرف فيه. لو سمحت يا مهرز خد رشا واستنوني في مكتبي. حاضر يا استاذ. تعال استاذ جميل.
المدرسة دي فيها نظام وقانون صارم، واسلوبك ده ما ينفعش معايا. مدام فوزية، حضرتك قلتيلي اني انا الوحيد اللي مسؤول عن الناحية التعليمية في المدرسة، ارجوكي تسيبيني اتصرف بطريقتي. المسألة دي مش مسألة تعليمية، دي مسألة اخلاقية. البنت دي قللت الادب ولازم تتربى. المسألة الاخلاقية مش منفصلة عن المسألة التعليمية يا مدام فوزية. رشا عندها ظروف خاصة، انا عارفها كويس. يا دي الظروف اللي بنعلق عليها كل اخطائنا، دول لازم يتربوا هم صغيرين والا هيطلعوا مجرمين. سيبيلي انا الموضوع ده مدام فوزية اتصرف فيه. تبعت تجيب امها او ابوها دلوقتي حالا. رشا امها متوفية. طب ابعت جيب ابوها. كده بقى كل واحد عارف مقامه. يا وليه مجنونه يا رشانه، لو قلبك جامد اطلعي لي. عاملين اللي فيها اولاد ناس يا حراميه، واللي مش عاجبه يمشي ويورينا عرض كتافه، واللي قادر يصد معنا يصد ويورينا نفسه. جيران اخر زمن، جيران زباله. واد يا يونس يا ابن القرعه، انت يا واد يونس اطلع لي حالا. لا يا مدام فوزيه، انا هطلع لها الست دي، دي زودتها قوي، ده كل يوم على الحال ده. سيبيها يا روحيه، دي ما بتنيمناش الليل، طول الليل خبط ورزع، زي ما تكون عايزه تطفشنا يا مدام. سيبيها تطلع كل اللي جواها. طب وهو البوليس يعني مش قادر يلمها؟ ما البوليس جه هنا مرتين، ويجي يلاقيهم قاعدين كده عاملين زي الملايكه، ولا قدر يعمل لهم حاجه. خلاص الجيران شاهدين عليها، يلموا بعضهم كلهم كده هو ويروحوا يعملوا لها محضر في القسم. هو في حد النهارده يحب يروح اقسام؟ دول ناس مشغولين مش فاضيين لوجع الدماغ. طب واخرتها يا مدام، هنسيبها كده؟ سيبيها سيبيها يا روحية. اسمع روف، احنا لما اضطرينا نرفع قضية على ماما عملنا كده واحنا متضايقين جدا. فلوسنا دي اللي عمالة تبعتر فيها يمين وشمال، واللي مش طايلين منها مليم واحد. دلوقتي جه وقتها، ساعتها انت عملت فيها حنين وقلت لا انا مش معاكم مش هرفع قضية. اهو انت دلوقتي في ازمة، هتعمل ايه؟ روح لها كلمها قول لها عايز فلوسي، انت مش بتشحت منها. يعني انت شايف ان انا اروح لها؟ ايوه تروح لها، بس تبقى قوي تطلب حقك بقوة. طب واذا رفضت بقى؟ يبقى مفيش غير انك تعمل زينا، قريب قوي هيتحكم لنا لو فريدة. طب والبلوة اللي انا فيها دي بس هعمل فيها ايه؟ وانا عمري اتخليت عنك يا روف، انت وفريدة مش اخواتي وبس، انا بحس كمان ان كنت ولادي، رغم ان مفيش فرق كبير بيننا في السن. ربنا يحفظك لينا فيها. طب جد حقيقة، اذا كنا اتحرمنا من الحنان واحنا صغيرين، مش هنتحرم منه كمان واحنا كبار يا رؤى؟ في واحد عايز يقابل سيادتك يا فارس بيه، بيقول مسألة خطيرة، مسألة حياة او موت. اسمه ايه؟ اسمه نصحي. نصحي؟ انت عاوز ايه؟ مش عايز يقول يا باشا. خليه يدخل. مساء الخير يا معالي باشا، انا اسف اني طبيت على سعادتك من غير ميعاد سابق. ادخل في الموضوع. بس انا يا باشا اصل الباشا اخويا، قول عاوز ايه وبسرعه. ربنا يخليك وعلي مرتبك كمان وكمان يا باشا. انا خدامك نصحي سواق تاكسي، وجي النهارده يا باشا ابوس ايدك ورجليك عشان الجميل اللي انت عملته معايا. جميل ايه؟ انا ما عملتش جميل في حد، دي اول مره اشوفك. ما انت صحيح ما شفتنيش يا باشا، لكن الحق وكل خيرك ما غرقني. انا نصحي يا باشا اللي عربيه خبطته في طريق الساحل ورجليها راحت فيها، وساعدتك بعت لي فلوس. انا ما بعتش فلوس لحد، ما عنديش فكره عن الموضوع اللي بتتكلم عنه ده. اكيد انت غلطان يا باشا، كان الله في العون، اكيد سعادتك ناسي. بس يا باشا ده انت يا باشا ليك عنده واجبين مش واجب واحد بس يا باشا. انت سعادتك لما انت اول مره اديتني فيها فلوس، والمره الثانيه لما انت خليت الحاج حمدي يتصل بالتليفون ساعه ما حصلت الحادثه، كان زماني مت على الطريق، وكان زمانهم سابوني مرمي ولا حد سأل فيا. انت جبت الكلام ده منين؟ من المحضر يا باشا. ما انا اصلا خلاص بقى فاضي بقى وبتسلى، هعمل ايه؟
وانا اللي خبطني وقطع عيشي لازم برضو اعوضني. دعاها مستديمه ولا مش عاها مستديمه يا باشا؟ الله وكيل انا في 60 داهيه. لكن تقدر تقول لي عيالي ذنبهم يا باشا؟ اسمع يا اخ نصحي، الكلام اللي انت بتقوله ده انا ما عنديش اي فكره عنه، انما سيب بياناتك بره، انا هحاول اجيب لك معاش استثنائي او اشوف لك اي وظيفه عندنا في الحزب. ربنا يخليك واعلي مرتبك كمان وكمان يا باشا. انا يا باشا مش عايز ادوشك، انا بس عايز اسال سعادتك سؤال واحد بس يا باشا. هو سعادتك عرفت منين ان انا اللي اتخبطت بالعربيه ومرمى على الارض؟ هترجع تاني تسال الاسئله السخيفه دي يا ابني؟ انا مش اسمي بوليس، روح شوف مين اللي خبطك. يلا يلا. لا وانت الصادق يا باشا، مين اللي خبطتني؟ اصلها لمؤاخذه يعني واحده ست. ايوه فريد، ازاي؟ رؤوف عندي اهو. خليكي معايا يا فريدة ثانية واحدة. عاوز حاجة؟ لا يا باشا، عايزك طيب. طب اتفضل. أسيب بياناتي بره يا باشا؟ سيبها واتفضل بقى. السلام عليكم. ده إيه ده؟ أيوة فريدة. أيوة أنا قلت لرؤوف نفس الكلام. هنعتبر إن دي محاولة أخيرة معاه. وكانت شرعة سودة. لا زمانك ايه ونسيبي الزمانك ايه؟ تلتاني جيب على دماغك يا شيخ. عادي متساكل ايه يا اخويا حالك؟ عادي كان يوم ايه ونحط بيلا ونعم الوكيل. يلا اطلعي طلعوه. يلا ايه طلعوه. يلا 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 يا رايز عرفتني ما تكسس خيالة قوي. يلا هات ايدك يا اخويا هات. ربنا يخليك يا ماما. فوق. لا يا استاذ رؤوف، مدام فوزيه في الجسم. ماما في الاسم ليه المره دي كمان؟ دي حكايه طويله يا استاذ، اقول لها انك عديت. لا بقى مفيش داعي. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عايز اعرف انا هنا ليه وتهمتي ايه؟ لاحظ يا باشا ان انا مش قليل، انت جيت لي مرتين قبل كده وانا في السليم. اسكت يا اوفا. لحظة واحدة يا نجم، وكمان احنا من حقنا نعمل محضر بلاغ كاذب في الست فوزية ونرفع عليها قضية تشهير كمان، لأن الأستاذ أوفا شخصية عامة. يسلم بقك يا سعادة البيه المحامي، يسلم بقك. وبعدين بقى احنا مش هنسيب حقنا. أنا ملاحظ إن صوتك عالي من ساعة ما كنا نازلين على السلم لغاية دلوقتي، أمال لما كنت بجيلك كان صوتك ما بيطلعش ليه؟ هو أنا بقى يا أستاذ ضابط كده، صوتي يطلع وقت ما يطلع وما يطلعش لما ما أكونش عايزاه يطلع. وبقى أنت جايبني بتهمة إيه؟ أنت متأكدة إنك ما شتمتيش مدام فوزية ولا حاولتي تضايقيها من ساعة ما سكنتي في العمارة؟ أنا؟ دي بتتبلى عليا، دي عايزة تدمي بلاها عليا وتعمل لي أي مصيبة وخلاص. وبعدين يا أستاذ ضابط ما حضرتك شرفتنا في البيت كذا مرة، لا سمعتي تن ولا إبرة بترن. مظبوط، فعلاً حصل يا أم أحمد. ممكن اتكلم انا بقى؟ انا ساكته من الصبح. الست المحترمه دي بتقول انها لا احتكت بيا ولا غلطت فيا. طب ممكن نتفرج بقى؟ كده بقى كل واحد عارف مقامه يا وليه. مجنونه يا رشانه، لو قلبك جامد اطلعي لي. عاملين لي فيها اولاد ناس يا حراميه، واللي مش عاجبه يمشي ويورينا عرض كتافه. مين دي يا ام احمد؟ لا يا حضره الضابط، لا الدليل ده غير قانوني ولا يمكن ان يعتد به، بل بالعكس دي جريمه تانية، وهي جريمه التلصص على الجيران بدون علمهم. عندك حق يا متر، انت صح. اي شريط تسجيل لازم يبقى فيه اذن من النيابه، واعتقد ان عامر بيه عنده فكره. احنا عندنا اذن من النيابه بالتسجيل. حصول، خدهم على الحجز والصبح يتعرضوا على النيابه. انا اسفه اني اقحمت نفسي عليك يا فارس بيه، بس الحقيقه المساله بقت خطيره جدا وممكن فعلا تتحول لكارثه حقيقيه. مش معقول في الوقت اللي الدوله فيه بتشجع
على حسن معاملة التلاميذ والنهوض بقيمة العلم والمعلم. الأستاذة فوزية تعامل الكل كأنهم أسرى في معتقل. أنا أسفة مرة تانية، أنا عارفة أنها والدة حضرتك، بس الحقيقة أنا فضلت أن أنا ما اشتكيش لحد تاني. لا ما تتأسفيش يا أستاذة كرم، أنا عايزة تتكلمي معايا في كل حاجة بصراحة متناهية، بس أنا عايز حقائق مش أراء انفعالية. يا فارس بيه، الأولاد من خوفهم ورعبهم منها بقوا منهارين نفسيا وكمان علميا، ومن ناحية تانية المدرسين من معاملتها سيئة ليهم فقدوا الرغبة تماما في أنهم يدرسوا للتلاميذ أو حتى يبذلوا معهم أي مجهود. شوف يا أستاذة، أنا عايزك تكتبي لي تقرير مفصل عن المدرسة، عن كل حاجة غلط بتحصل فيها أنت شايفاها، وأنا وعدك أن الموضوع هيمشي بشكل رسمي وحقك هيرجع لك. أنا يا أستاذ جميل بعتذر للكل بالنيابة عن رشا بنتي، ومستعد أعوض كل اللي هدومهم باظت أو اتقطعت وأجيب لهم بدالها فورا. ابن حلال مصفر يا سعادة الباشا، ده احنا كلنا بنحب رشا وبنموت فيها، ده أنا بعتبرها زي بنتي تمام، ده قورت لي البنطلون حتة تقويرة. محرز مش وقت الكلام في الموضوع ده، لو سمحت أنا طالب الأستاذ جلال علشان أتكلم معاه في قضايا أهم بكتير من الكلام اللي أنت بتقوله ده. يلا روح هات لي رشا من الفصل وتعالى. رشا دي روحي من عينيا يا أستاذ. ده أستاذ جلال، أنا هسألك شوية أسئلة وأرجو إن حضرتك تجيب عنها بوضوح وصراحة تامة. أكيد يا فندم. أنا أرجو إن سيادتك تقول لي أربعة أسماء من أصدقاء رشا بنتك المقربين. أصدقاء رشا الحقيقة ما عرفش. يبقى نكتب على السؤال ده إكس. أذكر عدد الساعات التي تقضيها رشا بنتك أمام الإنترنت والمواقع التي تدخل إليها. الحقيقة برضو معرفش. وأدي كمان إكس على السؤال الثاني. ما هي هوايات واهتمامات رشا بنتك؟ يبقى إكس برضو. شو بقى يا أستاذ جلال، بدون لف أو دوران أو اختيار ألفاظ، سيادتك بكل أسف حصلت على درجة صفر في اختبار الأبوة، وبالتالي فإن أي تصرف خاطئ تفعله رشا تقع مسؤوليته بالكامل على حضرتك وليس على رشا. والله أنا موافقك يا أستاذ جميل، بس أعمل إيه؟ أنا بشتغل 24 ساعة عشان أقدر أوفر لها حياة كريمة. أنا جايب لرشا اتنين يخدموها، جايب لها مربية إنجليزية وشغالة فلبينية. وانت ايه دورك في حياة بنتك؟ ممول؟ اسمع نصيحتي يا أستاذ جلال، لازم تخصص لرشا ساعتين على الأقل كل يوم، لأن رشا تمر بمرحلة غاية في الخطورة، إذا لم تجد لها هذا الوقت البنت حياتها هتتلخبط. رشا يا أستاذنا. أهلا أهلا يا رشا، بعد الحصة الأخيرة باباكي حياخدك معاه عزمك على الغدا برا. البنت دي سايبه الفصل وبتعمل ايه هنا؟ اهلا يا مدام فوزيه، الاستاذ جلال والد رشا. انت ابو رشا؟ ايوه فندم. انا بديلك اخر انذار، اذا بنتك ما التزمتش ومشيت كويس المره الجايه هتروح معاك. تحت امرك يا بس. اقعد اقعد يا رؤوف. عارف يا رؤوف لو جبتلي خبر بعد كده من غير مستند هعمل فيك ايه؟ هتبحك على طول، انت فاهم؟ يا ريس والله العظيم قايلهولي ببقها. عموما احب اعرفك ان الجورنال كسب القضيه ومن اول جلسه. الجدع جوزها ده كان مطلقها مرتين قبل كده، وبعدين القاضي حس انها عامله القصه دي كلها بروباجندا ودعايه لشغلها يعني وحاجات زي كده. يعني براءه يا ريس؟ براءه يا سيدي. كان حبلي واتزاح من على اكتافي، والله العظيم ما كنت بعرف انام يا ريس. وقال هي وجوزها كانوا عايزين يقلبوني في 100,000 جنيه ولاد النصابه. بصراحه انت كنت تستاهل تدفع اكتر من كده بكتير. ليه كده بس يا ريس؟ اسبوع تقعد في بيتها اسبوع يا ابن اللذينه، ده كان حوار ايه ده بالظبط؟ حرمت يا ريس خلاص، انا بعد كده مش هعمل غير حوارات سريعه، سؤال وجواب طك طك على طول. يا بنت السلطان احني على الغلبان، المية في ايديكي
ورؤى عطشان. يا ابني انت اتجننت، الناس كلها بتبص علينا، اهدى شويه. ما يبصوا علينا، هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ على الاقل انا بغني صح، ما بيقفشوش ليه يعني على اللي بيغنوا ليل نهار على كيفهم؟ البيره فين يا ابني؟ الله يخرب بيتك. لا 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 لا، انا مش خارجه معاك تاني، ده انت فضيحه. شوف يا مايا يا حبيبتي، باعتبار انك مطربه في اول طريق الشهره، انا عايزك تعتبريني مستشارك الفني. واديكي شفتي اهو شركات الانتاج بتجري وراك ازاي، عشان بس انا غيرت لك اسمك من احمده وسميتك مايا. عشان كده بقى في ثلاث نصايح، اذا عملتيهم هتكسري الدنيا. النصيحه الاولى انك ما يهمكيش حد وما تسمعيش كلام حد. والنصيحه الثانيه؟ النصيحه الثانيه بقى انك ما تعمليش بالنصيحه الاولى اصلا. يا غلس، والنصيحه الثالثه؟ هما كانوا ثلاثه. انت هيست ولا ايه يا رؤوف؟ لا والله، انا بس حاسس ان دماغي حلوه قوي قوي النهارده. انت بتعمل ايه مجنون؟ احنا في مكان عام. بس هتلم علينا الناس عشان نعرف نتكلم بس. المهم النصيحه الرابعه بقى اللي انا عايز اديها لك انك مش قلت ثلاثه؟ صحيح، دول كانوا ثلاثه وانا قلتهم. ده اخويا شلبي. الو. ايوه يا شلبي، انا قاعده في كافي شوب مع واحده صاحبتي، هكون بعمل ايه يعني؟ ساعه كده وهطلب. اخوكي شلبي ده كمان لازم يغير اسمه، مش معقوله يعني مطربه ستايل زيك كده يبقى اخوها اسمه شلبي. ده موريني الويل. ليه مش عايزك تغني ولا ايه؟ هو ما يهموش غير الفلوس، ليل ونهار ما بيفوقش من الزفت اللي بيشربه ده. مخدرات؟ اعوذ بالله. بقول لك ايه بقى، يا ريت تعرفيني بشلبي ده عشان شكلنا هنبقى اصحاب قوي قوي قوي. الريحه باينه قوي 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 يا رؤوف، الناس هتاخد بالها. ما تاخديش في بالك بقى، ما احنا قاعدين في الهوا اهو. في حاجه ولا ايه؟ مش عايزين اي حاجه، اي طلبات يعني؟ ربنا يكرمك، كله زي الفل. بس انا عشان ريحه شياط، ما تكونش حاجه بتحرق عندكم في المطبخ ولا حاجه؟ عندنا في المطبخ. روح روح. رؤوف انت فكرت تستغني؟ والله انا فكرت، بس ما حدش فكر غيري. وزي ما انت عارفه كده، الايد لوحدها ما تسقفش والمطرب لوحده ما يغنيش. عارف لو الشريط بتاعي ضرب والله لا اعمل اول دويتو معاك. كلكم بتقولوا كده. عارفه المطربه اللي اسمها ناس اللي اتطلقت دي؟ كانت قاعده قعدتك دي بالظبط وقالت لي اه لو بقيت نجمه هعمل انا وانت فيلم ونكسر الدنيا، ودلوقتي لو شافتني ولا كانها تعرفني. وغيرها وغيرها. من الاخر انا وشي حلو على المطربات كلهم. كفايه بقى البتاعه دي، الدخان عماني. حد يسيب النفسين في الاخر دول؟ دول هما اللي فيهم الفايده. الفايده. يا نهار اسود. حكومه. ومعانا. اخلص اخلص يلا. هو في ايه؟ مفيش حاجه، ده واد بلطجي بيبيع مخدرات والحكومه خدته خلاص. طب وحاجته نظيفه؟ نعم، قصدي يعني غرف 60 ده، ما الاشكال دي ملت البلد. وبعدين يعني ايه اللي يجيبه كافيه محترم زي ده؟ ها؟ تشرب حاجه؟ ربنا يخليك يا ريس. ده اخويا شلبي، ايه اللي عرفه ان انا هنا؟ متقصصين يا احمدو، هي دي صاحبتك اللي قاعده معاها. استاذ شلبي ارجوك اسمح لي اوضح لك الموقف. انت تغرس خالص. شلبي ده الاستاذ رؤوف بيعمل لي حوار صحفي في الجورنال. انت بتاع حوارات بقى. نهائيا يا استاذ شلبي، انا لا بتاع حوارات ولا لف ولا دوران، انا راجل دغري وصاحب مزاج زي حضرتك. صباح الفل. اتفضل يا ريس اقعد واهدى كده، اهدى. مش حاجه كبيره ساعه. ده انا لقيت لي ايه يا ابو مقابله حضرتك النهارده دي؟ ازاي يعني؟ ازاي يجي لي لحد هنا؟ ازاي وصل لي يا حمدي؟ ثلاثة بالله العلي العظيم، ما قلت له حاجة يا سعادة الباشا. أمال عارف طريق إزاي؟ أنا شاكك يا باشا إنه عارف مين اللي خبطه وبيشتغلنا شوية عشان يفتح صدره في طلباته. أنا حمدي أتعرض لابتزاز من واد حقير زي ده؟ لا عاش ولا كان ولا اتخلق يا باشا، أنت تشاور لي بس بصباع إيدك كده وأنا أخدك فين ومطرح ما كان ملقح في الصحراوي. النتن المعفن ده مش وش خير يا باشا. لا لا سيبهولي أنا يا باشا، أنا أعرف أخلص لك الحكاية دي، ما تشغلش بالك بيه، أنت عندك الأهم. أنا مش عايز المشكلة تكبر، أنا بقول لك أهو تحلها بالعقل. بعقل العقل يا باشا على الهادي خالص، ولو يعني قفلت معايا ايه هاخده واشغله معايا. انا شايف ان ده الحل الانسب. اللي شايفه هو الاحسن يا باشا. تعرف يا محرز المدرسه دي مشكلتها ايه؟ المدرسه ما فيهاش اي مشكله يا استاذنا غير ابله فوزيه. هي فيها مدرسين فيها مواد علميه وكتب على اعلى مستوى، لكن ينقصها الروح. ما فيهاش رائحة المدرسة اللي احنا نعرفها في المدارس الحكومية. دي ريحة المدرسة يا أستاذنا أكتر حاجة فيها عجباني. أنا أول مرة أشوف أولاد في المدارس كلهم مستحمين،
ده انا اشتغلت في مدارس يا استاذنا تشم الريحه على بعد كيلو كانك في اسطبل خيل. الحمامات ضربه يا استاذنا. انا مش بتكلم عن الرائحه دي يا محرز، انا بتكلم عن رائحه المكان، عن احساس التلميذ بمدرسته واحساس المدرس بقيمه اللي بيعمله. ما هو لو كل واحد في البلد دي يا محرز عمل شغله اداء واجب وخلاص، عمري ما هيطلع فيها مبدعين ولا عباقره. اليوم المدرسي يا محرز هو حاله ابداعيه خاصه تبتدي من طابور الصباح، النشيد الوطني، تحيه العلم، كلمه المدرسه من الاذاعه المدرسيه. ده العيال كلهم بيجوا المدرسه نايمين يا استاذنا، ما بيفوقوش قبل الحصه الثالثه، قبل الفسحه. كل ده هيتغير يا محرز اول ما انا اتولى مهمه قياده المدرسه. تعرف انا هضرب عصفورين بحجر واحد. ازاي يا استاذنا؟ عارف انا هجيب مين يدرس الموسيقى ويدرب الاولاد على النشيد الوطني؟ مين؟ رؤوف. رؤوف مين؟ ابن مدام فوزية. انت مش بتقول ان هي مقطعاه؟ ارجوك يا استاذنا ما تدخلش نفسك في المشاكل دي، خلينا ناكل عيش. ايدك يا بني ادم، مش هي اطلقت ايدي في المساله التعليميه؟ يبقى خلاص انا بقى اللي اختار، وانا اخترت رؤوف.